رفضاً للمخططات الإسرائيلية الاستعمارية، بداية الشهر المقبل نظم الفلسطينيون تظاهرة شعبية واسعة أمام مقر الأمم المتحدة في أولى التحركات للتصدي لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم شعبنا الفلسطيني وعبر وقفاته هنا في غزة وهناك في الضفة وفي كل مكان يؤكد على حقه الثابت بالنضال والكفاح والمقاومة المشروعة من أجل استرداد حقوقه الوطنية، وفي مقدمة ذلك تحرير مدينة القدس. تحرك شعبي صاحبه تحرك دبلوماسي للهيئات الدولية ومجلس التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إلى جانب دعوة الرباعية الدولية لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية التي تقضي على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. بات من الملح على المجتمع الدولي أن يقف موقفا جادا، أن يلعب دورا أساسيا ورئيسيا ومحوريا في لجم ووقف ما يجري على الأرض الفلسطينية من إرهاب. ومع تسارع وتيرة الاستيطان في كافة مدن الضفة الغربية والقدس، تسابق الخارجية الفلسطينية الزمن وتقوم بالإعداد لمشروع قرار دولي جديد يؤكد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة. نحن نؤكد بأن إسرائيل دائما وأبدا منذ 67 ومنذ قبل 67 عودتنا على جرائم تتخذ ضد الشعب الفلسطيني بحجة أمن إسرائيل. إننا بكل قوة صامدون في أرضنا وسنظل أقوياء وسنستمر في نضالنا ضد هذه المخططات المعادية لشعبنا الفلسطيني. هل الفلسطينيون أمام مواجهة شعبية وسياسية خلال الأسابيع المقبلة؟ وإما أن تنتصر الإرادة الدولية للحق الفلسطيني أو أن يتمدد الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية. وسام أبو زيد.